مفاجآت جديدة في جريمة إنهاء حياة موظفة بجامعة القاهرة. المتهم خلص على نفسه بنفس السلاح اللي قتلها بيه، ولما الشرطة جت تقبض عليه اتفاجئوا إن هو موت نفسه علشان يهرب من العقاب. المتهم حرق عربية المجني عليها من 5 سنين، ودي مش أول مرة يتعرض لها. وقع صادمة هزت الرأي العام خلال الساعات الأخيرة وأصبحت حديث الشارع المصري. القصة بدأت لما الراجل ده راح لزميلته في جامعة القاهرة وكان بيتكلم معاها، وفجأة الناس اتفاجئوا ان هو ضربها بالرصاص اثناء وجودها في مكتبها، ولما الناس اللي حواليها حاولوا ينقذوها لقوها ماتت. المتهم حاول يهرب وساب المكان وراح محافظة اسكندرية، لكن قوات الامن تمكنت من تحديد خط سيره وراحوا يقبضوا عليه. ولما وصلوا كانت المفاجأة ان هو اطلق النار على نفسه وتخلص من حياته بنفس السلاح اللي قتل زميلته بيه. الواقعة دي أثارت حالة كبيرة جدا من الجدل خلال الساعات الأخيرة، والشهود حكوا تفاصيل الواقعة، وفي ناس قالوا إن المتهم مش أول مرة يضايق المجني عليها، وإنه حرق لها عربيتها من 5 سنين، ودايما كان بيبعت لها رسائل تهديد، وفي ناس قالوا إن هو تقدم عشان يخطبها لكنها رفضت، وعلشان كده قرر ينهي حياتها. نورهان مهران المعروفة بفتاة جامعة القاهرة كانت معروفة بتفوقها، وقبل وفاتها بشهر حصلت على درجة الماجستير بتقدير امتياز، وتم تعيينها في الجامعة ضمن أوائل الدفعة في الكلية، ولحد دلوقت جثمانها لسه موجود في المستشفى. دي مش الواقعة الوحيدة، ففي نفس اليوم سمعنا عن قصة تانية مشابهة للقصة دي. المتهم فيها أنها حياة خطيبته السابقة بسبب إنها رفضت تتكلم معاه. القصة دي بدأت لما الناس كانوا ماشيين في الشارع في منطقة صلاح سالم، وفجأة سمعوا صوت عالي وما كانوش عارفين الصوت جاي منين، ولما جريوا على مصدر الصوت اتفاجئوا ان في شاب انها حياة بنت في الشارع بالرصاص، ولما الناس حاولوا ينقذوا البنت اتفاجئوا انها ماتت. الاهالي حكوا تفاصيل الواقعة، وحسب الرواية الشائعة الشاب ده كان خاطب البنت دي من فترة، وقرروا يفسخوا الخطوبة بسبب الخلافات اللي كانت بينهم. وبعد فترة من فسخ الخطوبة الشاب حاول يرجع لها تاني، وكان بيحاول يتكلم معاها لكنها هي رفضت، فقرر ينهي حياتها علشان ما تبقاش لحد غيره، ومشي وراها في الشارع وضربها بالرصاص. القصتين دول أثاروا حالة كبيرة جدا من الجدل خلال الساعات الأخيرة، وناس كتير كانت مستغربة إن في ممكن حد يقتل حد بسبب الحب، لكن ده اللي حصل فعلا، وفي ناس كتير شبهوا الواقعة دي بواقعة نيرة أشرف فتاة المنصورة اللي حياتها انتهت على إيد زميلها محمد عادل، لأن الدافع الأول في الجرائم دي هو الحب. لكن لسه لحد دلوقتي محدش يعرف اللي ممكن يوصل انسان انه يعمل كده في حد بيحبه، ولسه تحريات النيابة هتكشف عن تفاصيل جديدة عن الواقعتين. ربنا يرحم البنتين ويصبر اهلهم، ادعوا لهم بالرحمة.